أما من ينكر الآن يقول ما يعني العقيدة والتوحيد هذا اصطلاح ما عليه دليل وما كانوا يسمون كذا هذا تشكيك، هذا من باب التشكيك، يريدون أن يجتثوا هذه العقيدة فجاءوا بهذا الكلام، يقولون هذا ما موجود في القرآن ولا موجود في السنة، توحيد العقيدة هذه معاني، هذه معاني يعني ما جاء في القرآن والسنة، معاني ما جاء في القرآن والسنة، لكنهم يريدون أن يشككوا في العقيدة من أجل أن لا يميز بين الفرق الضالة والفرق المستقيمة، هذا الذي غاضهم، ومن أجل أن لا يرد على أهل الباطل، هذا قصدهم، هذا قصد المتعلمين منهم. وأما الهمج والرعاع الذين يأخذون من المزابل من مزابل الأفكار فهم يرددون هذه الأقوال كما كتب في بعض الصحف وبعض المؤلفات، نسميها هنا هي مؤلفات، نسميها مزابل لكنهم سموها مؤلفات، فلا يجوز الالتفات في هذه التشكيكات وهذه الأمور، وهذا شيء درج عليه درجت عليه الأمة واهتموا به تمييزا بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، لهم قصد في هذا، هم يريدون أن يدمجوا الناس ولا يكون هناك فارق بين ملحد وزنديق ومستقيم ومبتدع تحت مظلة اسم الإسلام، يقولون لأجل يتوحد المسلمون، المسلمون ما يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة، ما يتوحدون إلا على عقيدة صحيحة التي جمعت الصحابة وكانوا متفرقين، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، مش اللي جمع بين الصحابة من الفرقة والتناحر إلا هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة، وأما أن يكونوا مختلفين في اعتقادهم فلن يجتمعوا أبدا. نعم الاختلاف في الفقه المسائل الفقهية نعم هذا ما يؤثر ولا يحدث فرقة ولا عداوة، إن هذا اجتهاد سائر، لكن الاختلاف في العقيدة هذا غير سائر ولا يجتمع عليه المختلفون أبدا، ما يجتمع المختلفون في العقيدة مهما حاول من حاول، لأنه يريد أن يجمع بين المتضادات، ولا يمكن الجمع بين المتضادات أبدا والمتناقضات، فإذا كانوا يريدون وحدة للمسلمين فعليهم أن يصحح العقيدة أولا، العقيدة التي كان الرسل من أولهم إلى آخرهم يهتمون بها ويبدأون بها عليهم أن يوحدوها أولا، فإذا وحدوا العقيدة اتحدت الأمة إن كانوا جادين وصادقين، لكن هم يسخرون من اللي يتكلم العقيدة ويدعو إلى العقيدة، يسخرون منه، يقولون هذا يكفر الناس، هذا يريد أن يفرق المسلمين، يريد أن كذا إلى آخر ما يقولون، فنقول لهم يلا اجمعوا المسلمين على ما تقولون، لن تستطيعوا أبدا، لن تستطيعوا أبدا، أما لو توحدت العقيدة لاجتمعوا بسهولة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته
لعلكم تهتدون. فلن يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في الآية الأخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. على عبادة الله، ما يتوحدون إلا على عبادة رب واحد، عبادة رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب الحق وغيره باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو مجال توحيد المسلمين إن كانوا صادقين، يصحح العقيدة وينفوا عنها الزيف والدخيل كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن المسلمين يتحدون عليه. وهذا الذي أراده السلف كالبربهاري وغيره من تأليف هذه الرسائل وهذه الكتب في بيان العقيدة الصحيحة. لما حدثت الفتن والافتراقات والضلالات كتبوا هذه العقائد يشرحون بها السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرون المفضلة التي من لزمها نجا ومن حاد عنها هلك، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو مناط اجتماع الكلمة، توحيد الكلمة. أما أن يقال نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه، هذا من المحال إذا كان الاختلاف في العقيدة، من المحال. أما لو كان الاختلاف في الفقه والمسائل الفقهية فهذا ربما، مع أن الواجب اتباع الدليل حتى في مسائل الفقه، الواجب اتباع الدليل، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن الاختلاف الفقهي الذي له احتمال ووجه هذا لا يحدث التفرق بين المسلمين. ولذلك أهل السنة فيهم الحنفي وفيهم المالكي وفيهم الشافعي فيهم الحنبلي، ولم يختلفوا ولله الحمد ولم يتفرقوا، لأن هذه اجتهادات فقهية لها وجوه لها احتمالات من الأدلة. خلاف العقيدة عقيدتهم واحدة، الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية عقيدتهم واحدة، وإن كان في أتباعهم من خالفهم في العقيدة، لا يوجد في الحنابلة ويوجد في الحنفية ويوجد في الشافعية ويوجد في المالكية من خالف الأئمة في عقيدتهم، إنما ينتسب إليهم في الفقه فقط، أما في العقيدة فهو مخالف لهم. هؤلاء لا يعتبرون أتباعا للأئمة لأنهم اتبعوهم في شيء وخالفوهم في شيء أهم منه، خالفوهم في شيء أهم منه، فلا نعتبرهم من أتباع الأئمة وهم يخالفونهم في العقيدة. هذا هو الذي حدا بالعلماء كالبربهاري وغيره إلى رسم الطريقة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف من أجل أن المسلمين يسيرون عليها. وهذا من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما لو كان الأمر خفيا ولم يبين ولم تؤلف هذه المؤلفات لظل كثير من الناس، لكن هذه المؤلفات ولله الحمد هذه نعمة من الله عز وجل وحجة من الله على خلقه، يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نعم.